السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم تفسير الأحلام. سائل يسأل يقول أنه يرى في منامه أن له جيبا ممزقا، يعني أكن الجيب بتاعه مقطوع، أكني لابس نطلون نطلون مقطوع، لابس عباية والعباية مقطوعة، أكني واحدة نفس الكلام لابسة هدوم وهدومها مقطوعة. ايه تفسير الحلم ده؟ طبعا لما بيقوم بيقول انا لقيت الجيب بتاعي مقطوع، يبقى كده مشكلة كبيرة، كده في كذا وفي كذا وفي كذا. لا لا لا، الجيب المقطوع الممزق في المنام يدل على الفقر، بس واحد جيبه مقطوع مفقور. الحرامي لما بيجي يسرقك بيعمل ايه؟ بيقطع جيبك وياخد الفلوس، يبقى فقير. الجيب بتاعك لما انت ما بتهتمش بيه وتسيبه مقطوع، يبقى ايه؟ اصلا ما معكش فلوس تحطها فيه. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين.